الحياه مثلي مثلك وادور الاجر. فانا جالس احثكم على الخير، تعاونوا على البر والتقوى، والله يجزاكم خير. الله يجزاك خير وحوالديك ابو إلا ويا أصحاب الحاجات هذه الصدقات وما فيها من تفريج الكربات وبركة ودفع البلاء والعطيات تسابقوا عليها وبادروا بالنفقات. ليس باستطاعتك أن تأخذ مالك معك للآخر، لكن باستطاعتك أن تجعله يستقبلك. تبرع من فريق دعم عبد الله الشهراني، الله يعطيهم العافية ويجعلني فداهم واحد واحد، كأني والله مبكيهم. والله العظيم لو أتكلم منا بيتنا في الجنوب اني ما فيهم بحقهم. هذولا فضلهم كبير علي في نجاحي في البرنامج. اذا انا نجحت هم السبب، واذا انا فشلت فانا السبب. جاني والله ما بكيهم. تستاهل ابو فارس، ترى هذه المبادره كانت من فريق دعمي. الله يعطيك العافيه يا ابو خضران.